أبدأ مع السيدة رنا النباري. طبعاً مؤسسة إنجاز مؤسسة غير ربحية. ممكن في البداية بس تعطينا نبذة بسيطة عن مؤسسة إنجاز وما تعمل عليه لو سمحتي؟ يمكن الكل صار يعني عنده فكرة عن مؤسسة إنجاز. إحنا جمعيتنا في عام نعني في تحضير الشباب للدخول والنجاح في سوق العمل عن طريق برامج تدريبية في ثلاث تصب بثلاث محاور تقريبا: الريادة والجاهزية لسوق العمل والمعرفة المالية. السن يتراوح، يعني البرامج قاعد ندخل فيها في المدارس على مدار الكويت، هي تخدم السن من 10 سنين إلى 24 سنة. واللي أنا عارفة من آخر نقاش تناقشنا أن إلى الآن غطيتوا ما يقارب 40,000 طالب. نعم. صار في 40,000 طالب تحت برنامج إنجاز، جهزتوهم للانطلاق سوق العمل من سن مبكر جدا. طبعا هذا يخدمهم في خياراتهم العلمية في الجامعة وما بعد ذلك خياراتهم المهنية. طبعا هذا بالنسبة حق جهوزية وتدريب الطالب. بالنسبة حق خلق فرص العمل، بس أبي أسأل فوز في مجلة خليجسك. طبعا أنا كنت شاهد على بداية مجلة خليجسك من قبل 7 سنين تقريبا، والحين ما شاء الله صارت رائدة في مجالها ومنتشرة في الجي سي سي في دول الخليج ككل. بالنسبة حق مجلة خليجسك وخلق فرص العمل، أنا اللي أعرفها ومعلومة يمكن مو الكل يعرفها إن كل الستاف في مجلة خليجسك بدون استثناء نساء. طبعاً هذا ما كان يتروى لاختيار كثر ما كان كفاءة، صحيح؟ بالضبط. إيه. تفضل يقولي لنا عن هذه بداية. مشكورة على الدعوة الكريمة، شرفني أكون بينكم اليوم. مؤسسة خليجسك بدأت بسنة 2009، ومثل ما قلتي يعني 7 سنين. إيه 7 سنين صار لنا الحمد لله. وهي بدأت كمؤسسة نشر وتوزيع، وأول شيء بلشنا بموقع أونلاين، والحمد لله خلال السنوات يعني إقبال بالكويت وبالخليج، وإحنا نهتم بالثقافة والإبداع بالخليج مو بس بالكويت. ويعني يوم بلشنا ما كنا متوقعين الإقبال أبداً، ما كنا متوقعين، والحمد لله يعني بمشوارنا. المشوار كان صعب خاصة في مجال الإبداع والمجال الثقافي، وخاصة مثل ما ذكرتي ذاك اليوم قاعد تقولي أنت دشيتوا في مجال النشر ومجال ومجال في الوقت اللي الكل كان قاعد يقول print is dying. بالضبط. ليش دشيت مجال المطبوعات والنشر؟ يعني الكل قاعد يروح المواقع الأونلاين، فحسينا إنه لا، فعلا كان في نقص خاصة في مجالنا إحنا، المجال الثقافة ومجال الإبداع، وبشكل يعني يهتم بالشباب. ف 2009 لليوم يعني من أونلاين لمطبوعة لصرنا علامة تجارية الحمد لله، ووصلنا مرحلة اللي الناس تينا على أساس ننتج لهم مطبوعات وندير المحتوى، المحتوى الإلكتروني أو محتوى في المجلات والمطبوعات. فكانت رحلة جدا ممتعة. ممتاز. ناو رح أنتقل حق هند. الحين صار تعقيباً على تعليق فوز، قالت الوقت اللي دخلت فيه مجال النشر والطباعة قالوا لها print is dying لأنه كان replaced by social media. Now بما أنك خبيرة في هذا المجال، قولي لنا شنو كان الأثر بالسوشيال ميديا على المبادرين، على الهوم بيزنسز كبديل قد يكون للدعايات والإعلانات في المطبوعات واللي هو الترديشنال ميديا؟ أشكركم على الاستضافة. الأمانة مجال السوشيال ميديا أو خلينا نقول الطفرة اللي قاعدين نحس فيها ما اختصت أو ما ركزت على يعني الإلهام في مجال أو مواقع التواصل الاجتماعي كان على كافة المستويات. فشيء طبيعي إن الترانزيشن أو الطفرة هذه أو المو بيكون أي شخص بيتخذ القرار هذا يكون متردد لأنه متعود على كومفورت زون أو على إعلام تقليدي أو تسويق تقليدي. بس كل يوم أنا يمكن أقدر، إحنا طبعاً لا شك إن إحنا نتنفس سوشيال ميديا، وصلنا لمرحلة إن يمكن الإنسان ما يقدر ينجز أي شغلة إلا هو قاعد يشوف الخطط اللي قاعدة تصير في
سواء الشركات أو الأفراد اللي بيتعامل معهم قبل يشوفهم. فإحنا قاعدين نتكلم عن عالم جديد وعلى طول في تجدد وايد في تحديات. مهما تقدرين زين التكنولوجيا تغير الإنسان زين، ومن المؤشرات اللي قلت إنها هم أنا وايد أقولها إن التكنولوجيا تمكن وتقلل يمكن من المسافات وتقلل وتمكن الناس بالوقت والزمان والمكان يعني مو بس إنها. فأنتي قاعدة يصير عندك يمكن KPIs أو تحديات ثانية لما تستخدمين وسيلة أنتي مو متعودة عليها. يمكن الناس طبيعة البشر يعلمون بعض أو يتواصلون بشكل دائم، فالجاب اللي تشوفينه أو الفرق بين خلينا نقول الوسيلتين قاعد يتسكر خلينا نقول توعية الناس لبعضها البعض. وفي groups of groups الناس يعني في عالم إحنا يمكن إحنا موجودين الحين بس في ناس قاعدة تسوق باللحظة وإحنا موجودين الحين، وفي قاعدة تحط استراتيجياتها على هالأساس. فالواحد ما يمدي يتعلم أو يسوي adaptation على وسيلة معينة إلا يلقى نفسه أنه للحين يبي يتمكن منها. فالحلو أنها هي قربت بين الناس ومكنت الناس من الاستفادة منها، بس يظل الإعلام التقليدي موجود لجمهوره. والإعلام في ريادة الأعمال اليوم اختلف، فهذا يمكن مجال أو يمكن ما أقدر أجاوب على الأنسر لأن أو السؤال اللي تفضلت فيه بشكل عام، بس المؤشرات اللي لازم نحطها ببالنا إنه هو يمكن فأنت تستفيد منه. يعني مثل ما قالت فوز شافت في جاب الماركت مجال الثقافة وراح الطباعة لأنه ما حد قاعد يخدم على المجال هذا بالنسبة للذكاء زين. بس انطلاقتي أنا موجودة يعني أونلاين، أنا انطلقت بمواقع التواصل وخذيت الشريحة اللي أقدر على أساسها أنا أطبع أو أصدر وغيرها. إحنا رح نرجع لهذه الجزئية، بس أول شيء أبي أرد حق رنا. بما أنك تبدين مع الطلبة في سن مبكرة جدا من الثانوية وتستقطبون المدارس الحكومية، ممكن تقولين لنا توعيتهم في هذا السن ومدى التماس هذا الأثر عقب السنين ببرنامج إنجاز؟ شلون كانت البداية؟ شنو كانت المعوقات وشلون صارت الحين؟ أنا ما قاعد أتكلم عن رحلة الطالب. رحلة الطالب إحنا نبدي من المتوسطة تقريباً، وفي برامج يعني تخص الطلبة في هذه المرحلة اللي هي شوية تعطي سكيل سيتس نسيساري إنه يدخل أو يستمتع في هذا المجال ويشوف إذا ممكن هو يحاب إنه يكون ريادي يعني في المستقبل. وهو من المهم إن الواحد يصقل هذه المهارات في سن مبكر أساس ما يوصلون إلى سن متأخر ويروحون حق اليوم. مثلاً إحنا محظوظين إنه يكون في صندوق كويتي من أكبر صناديق بالعالم، وإن شاء الله يكون هذا الشخص يعني عنده المهارات اللي تخليه ينجح في مشاريع المستقبلية. هل حس المبادرة موجود؟ أعتقد أن حس المبادرة موجود، ولكن يبي له صقل مهارات. يبيل. فهو اليوم مثلا إذا تكلمنا عن موضوع المرأة، نعتقد أن من اللي قاعد نشوفه بالكويت كثير من النساء عندهم بزنسز، بس البزنسز بالبيت ما هم قادرين. لا اللي تخدمها نعم، سوشيال ميديا بورتلز وهم نعم. بالبيت أي. فنشوف انه يعني مثلا فالسؤال اللي دائما يحيرني انه ليش ما قاعدين ياخذون البزنس من البيت ويخلونها مثلا بزنس يعني اكبر وتكون مثلا موجوده على الساحه اليوم. فاعتقد ان هذه تدخل فيها وايد امور، وهوبفلي يعني من برامج مثل برامج إنجاز، احنا مو الوحيدين اللي قاعد نتحرك على هذا الموضوع، بس خلال بهذه النوع من البرامج تعطيهم بالضبط. بالنسبة حق فوز، انت دخلتي في وقت كان في وايد تحديات وواجهتي وايد احباطات خلينا نقول تشكيك في البداية، شلون قدرتي تتغلبين عليه؟ والله دائما كل واحد له راي، يعني لما تقولين لهم والله ببدي مشروع ومو متعودين على هالنوع من المشاريع أو لهم آراء، ودائما كل واحد مثلا يتجه أو يقترح إنه يعني أنا تخرجت وبلشت بالمشروع، دائما يقولون لي يخوفوني، كانوا يشككون فيني ما تبين دشين قطاع الخاص أول،
دشين مثلا وظيفه حكوميه إيه؟ إيه يعني ترتاحين فيها كم سنه تفكرين يعني تشتغلين على مشروعك. فانا طبعا ما اتخذت القرار. ليش ما كنتي راغبه بالضمانات؟ لان احس اذا انت مو مقتنعه بنفسك ما عمرك راح تقتنعين، واذا مو مقتنعه ان تقدرين تبلشين وتخوضين بالمجال ومقتنعه فيه إذا المبادر توقع. لازم يكون ريسك تيكر. بالضبط، أكيد أكيد. يعني في تحديات، ودائما هو أنا دائما أقول حق الناس أسهل شيء إنكم تبدون المشروع، أول يوم أسهل يوم، بعدين عاد أصعب شيء الاستمرارية. أكيد الاستمرارية والصعوبات يعني تي بشكل يومي، فلازم الواحد يعرف إنه يدير نفسه ويدير التيم. ومثل ما ذكرتي إحنا تيم نسائي كامل يعني. فأتوقع هذا من أهم الأشياء، خاصة إن إذا الواحد يبي يبلش المشروع يكون واثق من نفسه، صادق. إيه وصادق مع نفسه. هند، هل في مشاريع انتقلت من السوشيال ميديا إلى الحقيقة، ولا تموا بالسوشيال ميديا؟ عشان خير وايد ترى السوشيال ميديا. يعني شلون تكون هذه النقلة؟ النقلة لازم تكون بحذر طبعًا. في إحنا تفضلت همرنا، وإحنا شايفين وايد إن المشاريع الصغيرة ليش طلعت؟ ليش في ترم طلع انستابرونور من الكويت؟ اي انستابرونور طبعا انتربرنور من انستغرام، دي ان اي مالنا الكويتيين. احنا بشكل عام انتربرنورز. فلما يصير في لود على الانستغرام او تطبيق بسبب تمكينه للسيدات انه يطلقون، مثلا يعني مو بس سيدات، يعني وايد في شباب تعاونوا مع بنات وسووا بروجكتس، بس لانها وسيلة غير مكلفة وويندو اهلك ان انت تسوين تيست على الماركت وبعدين تطلعين، فصار ال خلينا نقول الحركه او الطفره كلها من الانستغرام. ان انا ما علي اوفر هيد ايش اسمه اجار، ولا عندي موظفين، قاعد يصير عندي دايركت سيلز وترانزاكشن زين باقل الكوست او اقل ال ف انستابرونور هي يمكن مثال او ظاهره. انا وايد اتكلم يقولوا شنو عندكم الباز سوشيال ميديا بالكويت غير زي، ليش؟ اقول لهم لان وايد عندنا احنا 100% داتا يوزج زين وموبايلز زين. الشخص يعني سوري شعب تك سافي ويحب المعلومه ويحب يجرب ويغامر. فانت لما تشوفين ان هذه وسيله مكنته وبعدين يجرب على اشياء ثانيه ومكنتها، فهي شيء طبيعي راح تطلع بالسوق لما توفر لها طرق تشغيل. وفي كذلك كان شركات اوريدي قائمه بالضبط. وناجحة انتقلت صحيح على شنور. فليش؟ لأنها شافت إن هي بالضبط وسيلة غير مكلفة ويقدرون ينتشرون فيها ويقدرون يقللون وايد أمور، بس لازم يكون التأهيل في مجال لغة التواصل أو التسويق الإلكتروني واضحة. وعند تتكلمين عن سوق صغير وديناميكي، فبسرعة أنت تاخذين الصدى وتسوين تأثير وغيره. فأتوقع يعني الكويت أكبر مثال يوظف بين ريادة الأعمال على المواقع. يعني إحنا شفنا الوسيلة تمام، خليناها تمكننا من ريادة الأعمال، جربنا فيها وايد أمور، قمنا نسوي فيديوز ونسوي حق شغلنا بروحنا نزل، لأن وسيلة قاعدة تعطيني عائد عالي ومستمر إذا أنا كل ما أحسنت استخدامها. فشيء طبيعي إن تصير هالأمور. يمكن قاعدة تسولف وأنا كنت قاعدة أسولف معاك إنه يمكن التكنولوجيا مكنت المرأة أن تشتغل من بيتها. صحيح. إنزين، وإحنا مثل ما نتكلم إن من الأمور أو الاستراتيجيات اللي وراء سوشيال لوبي إن أنا شلون أمكن المرأة يعني من خلال التكنولوجيا إن هي تسوي شغلها ويوصلها يعني عائد وهي قاعدة حاطة ريل على ريل مشاريع وغيره وغيره. يعني يمكن هذا التصور المرأة أو للحين ما وصلت له أو أبعاده أو الفائدة منه. فهذه جزئية وايد مهمة إن هي ما توقف عند البيت، لا تقدرين تروحين من نقطتك هذه. أبي أسأل رنا، هو مريح جدا إن أنا أدير عملي من بيتي، وإذا خاصة إذا كان عمل مدير وقاعد أديره من السوشيال ميديا بدون overheads وبدون تكاليف وبدون مسؤوليات، وبنفس الوقت كامرأة وكأم نفس حضرتك امرأة وأم أكون أنا in the comfort of my own house ومجاب لعيالي، تشجعين هذا الشيء ولا تعتقدين أن هي لازم فعلا تخوض المعترك وفعلا تكون physically present في سوق العمل؟ دانا سؤالك تريكي شوية. أعتقد أنه يعني ما فيها شيء، يعني I think in today إحنا
2015. Does it make a difference 2016. Where 2016 does make a difference where she is. ممكن إن هو طبيعة العمل يخليها إن تكون بالبيت، وهذا ما يمنع أي رجل أو مرأة أن يشتغلون من البيت، ولكن إن لازم تكون شركة مسجلة. فأعتقد أن هذه الطفرة اللي لازم نقوم فيها بالكويت، أن تكون شركات مسجلة. يعني الواحد وده أنه يدعم شركات مثلا خلينا نقول بالFMB اللي قاعد يشتغلون من البيت، ولكن ما أعتقد أن هذه شنو أهميتها عفوا رنا، بس عشان المستمع العام يعرف شنو الفرق إذا بالنهاية هو بزنس مودر، ليش لازم تكون شركة مسجلة؟ يعني يمكن الأفضل شاركم فيها هم قائمين على صندوق الوطني، ولكن يعني من وجهة نظري البسيطة اقتصاديا الدولة ما تستفيد من أي بزنس غير مسجل، فهذه تكون كأنها hidden economy، صعب أن الواحد يتعامل معها، صعب الواحد حتى يهيئ لها أي نوع من الـ infrastructure. من الـ بالضبط infrastructure to help them grow. اليوم اللي قاعد نشوفه دانا مثلاً بالمدارس، وأسفة أنا شطيت شوية من سؤالك، ولكن اللي قاعد نشوفه بالمدارس أن أي طلبة ودهم إنه خاصة بالكويت ودهم إنه يدخلون ويسوون مثلاً مشاريع، ولكن في سوء فهم للقطاع الخاص. إحنا ما قاعد نقول إنك جمعية إنجاز إن الكل لازم يكون ريادي، عندنا كم من النساء والرجال شقوا طريقهم في القطاع الخاص وكانوا جدا يعني successful، ففي سوء فهم للقطاع الخاص، وهذا دور لازم يلعبه القطاع الخاص، وفي توعية لازم تصير مع الطلبة إن اليوم ليش أدخل القطاع الخاص. دانا أنت ليش كنتي بالقطاع الخاص؟ كويتية وبنت ناس، وليش الله تشتغلين الساعة 4؟ فهذا النوع الساعة 8 بالليل. فهذا النوع من الحوار إلى اليوم موجود، ونعتقد إنه يعني صراع. تعتقد إن هي مسألة توعية؟ أعتقد إن هي مسألة توعية بسيطة. ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع. إحنا للحين يمكن الأهالي، وهذه نقطة وايد يخافوا منها الأهالي، يبون الوظيفة المضمونة. الوظيفة المضمونة، وفي يعني في انطباع إن لا أنا ما أبي سكيور، إن أنت ما تسوي ريسك وبعدين توهق وبعدين ترجع لنا. لازم يسوي ريسك ولازم يسوي فيلير. بس في نقطة يمكن تكلمت عنها التشريعات وهي القوانين، يعني لازم يكون عندي الرخص الصح، الأنشطة المتوفرة اليوم. يمكن يعني بالبداية لازم يكون عندنا إلمام. فوز قبل لا تبدين، هل كان عندك إلمام تام بالمتطلبات بالتراخيص التجارية في هذا المجال ولا هذا بروحه يبي له ندوة؟ إيه لا، أول ما بلشنا أبدا يعني إحنا درنا وحسنا يعني فكانت عن طريق التجربة والخطأ. أكيد ما حسيت إن كان في مكان ممكن يعطيك كل هذه المعلومات بسهولة. لا ما في مكان يعطيك قبل 7 سنين ما كان في. فكانت بس عن طريق التجربة والخطأ. إيه عن تجربة، وبعد يعني مثلاً كنشر وتوزيع، هذا موقع أول كموقع أونلاين، شلون تسجلي موقع أونلاين. إيه. فبعدين اضطرينا إن نسجل كمطبوعة، يعني لازم ننشرها ونطبعها. ففي وايد أشياء تعلمناها. إيه أكيد. تكلمت رنا عن الضمان الوظيفي، وتكلمت هند كذلك إن خلينا نقول المجتمع ككل يحبذ ان احنا يكون شيء مضمون على الاقل، واذا كان في بزنس يكون سايد بزنس. لما جيتي توظفين بنات، شلون كانت جزئيه الاقناع انهم يشتغلون بمشروع صغير او متوسط؟ طبعا وايد كانوا يسالون عن اوقات العمل، ودائما يفضلون يعني الوحده ثنتين بس، لا طبيعه العمل يعني خاصه تتطلب ساعات اقل، ساعات حتى اوفر تايم، نقعد ساعات بالويكند نشتغل، يعني خاصة بهالمجال ما في والله دش بساعة وتطلع من ساعة، لا مستحيل. فدايما عندهم خوف إن مثلا إذا لا أهلي ما يرضون ولازم أرد حق عيالي، وكان في فلتريشن كبير بالتوظيف. أكيد ولي يومك يعني في ناس مثلا إذا يقدمون على الوظيفة يسألون أول سؤال شنو وقت العمل؟ إيه؟ متى تطلعون؟ متى تطلعون؟ إيه؟ يعني دائما في هالأشياء ببالهم، وعندهم انطباع ان القطاع متخوفين من القطاع الخاص، وما يبون يبذلون جهد ويعني بمكان مو مضمون، خاصة ستارت اب. إيه؟
وهذه نقطة وايد مهمة. يمكن من كذي السوشيال ميديا مهم. تفضلي. ودانا يعني بغيت أقول إن الواحد مثلا الجمهور إن ليش إحنا قاعد نتكلم عن أهمية القطاع الخاص. أهمية القطاع الخاص اليوم لأن 80% من الكويتيين يشتغلون بالقطاع الحكومي صار ممكن عبء وبالمستقبل عبء أكبر. فالتوجه لازم يكون يعني بهالاتجاه. صحيح. بالنسبة لهذا العبء ناس ما تفضلتي. احنا بالبداية الدولة هي كانت ولا زالت تصرف على التعليم ومن ثم توظفهم. متى راح يكون الريتيرن اون ذس انفستمنت؟ الريتيرن اون انفستمنت تكلمنا عن هالموضوع قبل كم يوم. الريتيرن اون انفستمنت يصير لما الدولة اليوم قاعدة تصرف مبلغ وقدره على تعليمنا بالتالي تحصد يعني هذا النوع من الانفستمنت لما الواحد يدخل قطاع العمل. فبالتالي اللي قاعد مثلا بالبيت هذا ما في ريتيرن اون انفستمنت. انا والموظف الحكومي الموظف الحكومي اي ثينك يعني موضوع ثاني موضوع ثاني. أوكي. جزئية الهيدن إيكونومي اللي تكلمتي عنها الشركات الغير مسجلة كيف لازم تكون النقلة؟ النقلة تكون في تسهيل النقلة بالضبط. هي في تسهيل النقلة. كيف أنا أصنع سوق يخدم هذه الشريحة وما يحسون إنه والله كان في a lot of giving up. مثلا خلينا نقول اذا خذينا يعني سبيل المثال opening a business بامريكا تاخذ 1 دولار 1 day 1 something else فمعناته انه وايد سهل for me to make a decision اليوم انه والله I'm going into a formal the formal يعني licensing. صحيح. فوز على طاري امريكا قبل فتره قريت انك كان في 29.6 million small businesses في أمريكا ولكن أقل من 2% منهم تعدوا المليون دولار أصحابهم نساء. معناته حتى في أمريكا اللي تعدوا المليون دولار ونساء أقل من 2%. ليش تعتقدين مع أن كل شيء سهل؟ كل شيء سهل يعني تبدي بالمرأة نفسها. أي. فتعتقدين هو دائما هذا بالنهاية سواء هني أو بأمريكا في خوف عند المرأة تعتقد أنها لازم تكون small. لازم المرأة يكون عندها تكسر هذا الخوف. ثقة. وإذا عطت الفرص إن الناس تؤمن فيها وتثق فيها وهي راح تنجز وتبدأ يعني الإمكانية موجودة بس تبدي بالمرأة نفسها. لازم وتكسر حاجز الخوف. بالضبط. من داخلها. يمكن السوشيال ميديا يضمن لها ان هي خايفه مو خايفه هي اوريدي ان ذا سيف سايد صح. لا نتكلم عن جندر كواليتي شويه. يمكن قاعد تسولف ويا مريم شمالي بما ان يوم المراه عن البيريتي وجندر كواليتي. مساكم الله بالخير جايين نعرفهم. التواصل الاجتماعي والمواقع عطت المراه حقها المتساويه فرص متساويه مع الرجل. فان انت تطلقين رياده اعمال تعينين حريم هذا واحدة من الأمور اللي empowered by technology أو by الميديا. أنت قاعد تقول يمكن دول العالم يمكن 2% المرأة بطبيعة شخصيتها يعني مترددة أن تكون on the table or على positions. بس عندنا وزيرة هند الصبيحة وايدة سولف للأمانة يعني على طول أقول من السيدات اللي أنا أفتخر أن هي تمثل أو رائدة في مجالها سواء تخطيط. يعني التخطيط مو سهل بس معروف أن المرأة استراتيجية يعني بتفكيرها. ولكن هل تعتقدين she limits herself؟ تسوي limitation بس إذا كان في موديل وفي ليدر وفي بشكل عام نماذج تدعم وفي تأهيل يعني الروح نفسها موجودة ريادة الأعمال راح يصير تنافسية حلوة. عرفتي. بعدين عندنا نموذج أبو ظبي والإمارات يعني أرقام المرأة تخرع يعني بالفترة اللي فاتت ومتهدى المرأة اللي فات في انخراطها في مجال العمل سواء الحكومي أو العمل الخاص ريادة الأعمال أو كونها وزيرة الأعمار. ففي منافسة بالعالم كله ترى خاصة بالوطن العربي الحين إن شلون شو اسمه عندنا الملكة رانيا. عندنا وايد نماذج قاعدة تدعم المرأة بس لازم هو الأجريجيشن لازم يكون ثيم هدف معين. عندنا نماذج وايد حلوة بالكويت فلازم يصير في مثل ما تقولين بلاتفورم أو منصة على أساسها يصير في فولو أب أو كونتينيوتي سواء بالمواقع التواصل الاجتماعي أو بالإعلام أو هذا. يعني من الأمور الحلوة بعد بالمساواة
ان ساعات بالبزنسز واتوقع ان العمومي لما يصير خاصه بالاكل وشاب مسوي البزنس ابيكم انتم تذوقون الحريم، ذوقوا عشان انا اعرف، لان انتم اكثر شريحه راح تشتري مني او راح. فالمساواه ضروريه، يعني انا اعتمد على جانب راي الرجل او العكس بشكل عام. فهذه يعني اتوقع المساواه من الامور المهمه اذا المراه ركزت عليها. اتوقع ما عندنا اي سبب ما يعني كن عندنا كل المعايير والاسباب والفرص ان احنا ناخذ هالمجال او نطور فيه. رنا، تعتقدين شنو البلاتفورم اللي تكلمت عنه هند؟ متى نبدي فيه وباي مرحله تحتاجه المراه في هذا المجال؟ من ناحيه يعني سبورت، اول اوفر سبورت، اي ثينك ان يعني حياتها المهنيه هي strategically يعني a place where she needs a lot of support. ما يمنع أن الواحد متى المفروض يبدي هذا السبورت؟ هل بمجرد رغبتها في المبادرة أو يبدي من مرحلة توعوية مبكرة؟ متى يبدي بالضبط؟ أكيد يبدي من مرحلة توعوية مبكرة بالمدارس. هي يعني الواحد يبدي يحفز الناس أنه 21st century skills, critical thinking وإلى آخره هاي الأمور، وإن يعني مثلاً العمل مدر بالآخر، العمل مدر ومهم. فأنا مثلاً كثر ما اشتغلت راح أقدر إن أكون، ولكن أنت بمنظمة غير ربحية. وأنا أكيد، بس يعني مثلاً معناته إن نظرتنا إلى يعني success is non-financial، ولكن في مقاييس ثانية ننظر لها إن for us to be successful. وبالنسبة حق إنجاز، أنتوا قائمين على المتطوعين صحيح؟ نعم، قائمين على المتطوعين وقائمين يعني كثر ما زادت عدد المتطوعين، وإحنا على طول يعني ندعي ذوي الخبرة إن إذا ممكن يعطونا ساعات من أوقاتهم يقدرون أن يدخلون المدارس ويساعدونا على تدريب هذه صقل المهارات في مع في الطلبة. فهذه فأهمية العمل التطوعي in spreading the awareness and sharing the experiences بالنسبة لكم شيء crucial، مهم crucial، و it's the only way that we see it growing in a large way. فوز، where do you see your business going؟ وين تعتقدين راح تروحون بما أنكم كبرتوا so far in the 7 years، ولكن تعتقدين للحين في أكيد there's a lot to do. أكيد إحنا يعني مهتمين بالمحتوى، محتوى ذو قيمة يهتم بالثقافة، محتوى ذو قيمة يهتم بالشباب والثقافة والإبداع. ف شغالين عاد المحتوى يجيب كذا نوع من فيديو، قاعد نطور فيديو كونتنت، وعندنا وايد مشاريع، وصلنا الحمد لله الحين المجلة موجودة في جامعات ومؤسسات بأمريكا بلندن، فوصلنا العالمية. فنبي عاد نزيد التوعية هناك إن شاء الله. هند، عندك شيء تضيفينه؟ أنا بأرحب على شيماء اللي ما أشوفها وايد، شيماء فتيات مؤسسة فتيات في التقنية، واحدة من المؤسسات الواعدة بالكويت وبمجال بالعالم كله. والأمانة هي من الأورجنايزيشنز اللي تركز على شلون نأهل المرأة في مجال الستيم أو اللي هو التكنولوجي، لأن لو تدري بس المرأة إن هي لو حطت مجال التقنية وركزت عليه وكانت بالباك أند مو بس استخدام استهلاك التكنولوجي، إنزين راح ننصدم في كمية خلينا نقول الفرص اللي موجودة هي تقدر توفرها حق سيدات يعني ثانين. يعني نفس الصالون، لما واحدة مثلا تفتح صالون تبي ما تقدر تعين إلا سيدات، في وايد بزنسز وأفكار قاعدة تصير وخلينا نقول بوتنشل موجود أونلاين، إنزين لو المرأة سوت أو ركزت على جانب تقنية. وأنا يعني وايد يوني بنات إنزين يسألوني يقولوا هند وبعدين يعني سوشيال ميديا وبعدين. فحلو إن الواحد يكون عندها خطة، يعني هو تواصل هي وسيلة، بس إن أنت تسوين الكونسبت الفكرة مالتك بنفسك تحققينها، ما تعتمدين على ناس أو كودرز أو غيره، هذا له شعور ثاني. إنزين وأنا شفتها بنات يعني بس يمكن التفت لهم 6 أشهر بس، إنزين إن
تركز على خلينا نقول جزئية جزئية إيه تبي توصل الشغلة ويطلعت من قطاع حكومي، فإنجازها بالنسبة لها إن هي فعلًا قدرت تسوي غير غير، فهي لو تعطي نفسها بس فرصة ووقت راح تنصدم إيش كثر هي حالها حال خلينا نقول الميلز بمجال التقنية. إحنا عادة الومن كلها تكنولوجي شايب، بس لما تبلشين وهذا ترى لغة سهلة وحلوة وتمكن فعلًا في أمور وايد. رنا قبل أختم، إذا كان في نصيحة واحدة من your experience so far، أنت قبل إنجاز كنتي في global، ف you know exactly what it takes. إذا كان في نصيحة واحدة شنو تكون حق المبادرات اليوم؟ يعني أنا بطبيعة عملي ما كنت ever مبادرة، بالعكس كنت يعني طاقشوت في القطاع الخاص وبعدين ولكن أعتقد إنه يعني أي مكونات نجاح اليوم هي إن الواحد يعني يخوض معركته في اتجاه هو حابه، لأنه ممكن تكون معركة طويلة وhard work يعني for sure. فلازم تكون تحبها سوي make it worth it. فوز شنو حابة تقولين في نفس المجال إذا تقدرين تنصحين أي أحد من المبادرين اليوم؟ خاصة المبادرات والمبادرات لا يخافون، كلهم واثقين من نفسهم، وصدق إنه يعني مو سهل الرحلة، يعني راح تكون وايد ممتعة لكن فيها وايد عراقيل وايد معوقات، بس راح تشوف نفسها يعني إذا اجتهدت راح تشوف الريزلت. هند عندك كلمة أخيرة؟ أنا بس أقول يعني خل المرأة تساعد المرأة أن هي تشتغل وتسوي بزنس. تعتقدين أن المرأة عدو المرأة؟ ما أعتقد، بس ما يمنع أن إذا هي، لأن أنا قاعد أشوف الحين اليوم ناتج شغل يمكن أغلب اللي اشتغلوا عليه سيدات. زين، تحيات للشباب اللي اشتغلوا على الموضوع، بس أن في وايد أشياء حلوة، بس يبي لها استمرارية زين وتركيز بالموضوع، وليش لا بالعكس. اوكي، اذا نشكركم، شكرا على وقتكم اليوم ومشاركتكم your experiences. Thank you very much. شكرا.